فيها بورتريت كان فيها فودن هنا بورتريت هي عملت فيها حرف هي هو هنا ان احنا هنا مش مصور ده متركب شوت ولكن هي مصوره ده كذا مره الفكره اللي انا كنت عايز اوصلها ان الانسان جواه صراعات الانسان مش سوي لو الصراعات دي طلعت عليه من بره يبقى شكله عامل ازاي بس هو ده كوبري من بره هو احمد صراعات من اول انا هو شكله صراعات ده هو بيبني الفكره ومش يطورها معاه وازاي ان احمد عليها عشان طيب هو المضمون كله بتاع المشروع بيتكلم عن الاسفاف الفني وبعض الافكار في الفساد اللي موجود على مستوى الفكر العام فكان اول لوحه المتاخد بتاع الشطرنج اللي هو هنا الشطرنج كله متغمي وده بيعتبر المعارك او الحروب اللي بتدور وشخص واحد هو اللي بيحرك المجموعه كلها وهي مش متغمى عليها يعني هو المتحكم فيها مسيطر نفس الفكره هنا مبنيه على برضو ان الملوك مش موجودين مع الجيوش برضو كلها بتتحرك بس من غير ما بتدرك هي بتتحرك لايه او في النهايه كله بيفنى واللي بيبقى بس الملوك لوحه المسامير هي كلها في اتجاه الشاكوش اللي هو العنصر الاكبر مسيطر وفي نفس الوقت مسمار واحد هو المستقيم هو اللي منحناش فهو في الاخر اللي قطع الراس فكره اللمبه مع الشمع فكره ان بقت اللوحه الفنيه هي عباره عن اعدام الفكر بقى كل المسلمين هم الشمع القدامى او بمعنى اصح هم اللي ما عندهمش فكر وعشان كده برضو قرات ان
الشمعة مخفية شكرا الله. هنا برضو دي نفس يعني كمل نفس الفكرة، بأن بقت دلوقتي